مرحبا، يعطيك العافية. تمام؟ يعطيك العافية. صار لي 9 أشهر مقدم معاملة عندكم باسم جنيد زين الدين ومستقبلي مرتبط بهيدي المعاملة. ناطر تمضوا لي إياها، بدي أعرف انمضت شي ولا لا؟ لا ما انمضت، رجع بكرة. لك ما خي ما صار لكم 9 أشهر بتقولوا لي رجع بكرة رجع بكرة، طق قلبي وأنا ناطر. يا حبيبي ما تعلي صوتك، نحن هون بخدمة المواطن. رجع بكرة. بس أنا عرفت شو الحل. والحل هو هيدا الشيء. عم ترشيني إلي؟ ولا عم ترشيني إلي؟ ولا أنا موظف شريف بشتغل وبتعب بعرق جبيني ولا؟ ولا أنت واحد فاسد ومرد؟ روح كب الرشوة بالزبالة، كب هالرشوة بالزبالة. الزبالة هونيك. نحن ما بدنا رشوة لنعمل واجبنا يا حبيبي. وهيدي معاملتك خلصت. واهلا وسهلا فيك حبيب قلبي.